يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. أنا اليتيم وأنا ببرح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللونين. أنا اليتيم وأنا ويا راح خلاني، أنا اليتيم وأنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راني في عائلة من عائلات اليتامى اللي موجودين في مدينة بيتنا إكزاكتومو في غوسبات. دوك خلوا البنت الكبيرة هي قدمي روحك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. أنا إيمان، عمري 12 سنة، نقرأ السنة الثالثة متوسط. الله يبارك. إيه وين تسكنوا؟ واد لوع. كيفاش حتى اتصلتي بينا؟ انت اللي اتصلتي؟ ايه. كيفاش تعرفي الحصه؟ ايه. واسمها الحصه؟ اليتيم. باش معروفه الحصه؟ عمو اليتيم. عمو اليتيم. وتعرفي هذيك اغنيه العمو اليتيم؟ ايه. كيفاش دايره باش يعرفوا باللي انت اللي عيطتي لنا مش احنا اللي جينا؟ هيا روح. انا اليتيم وانا بابا راح وخلاني، انا اليتيم وانا لكن الله عوضني. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللولين. ما شاء الله. بابا واش كان يخدم؟ يرعى الغنم. الله يبارك ما شاء الله. صافي انتم تشربوا الحليب؟ ما تشربوش الحليب بك. الناس الجزائر قاعد غير منكم. زيدي وما تطيبوش، ما تاكلوش الخبز برا، طيبوا في الدار. ها وزيدي عندكم العنب تاع الدار، العنب تاع الدار انا كليته شحال بنين. شتي انتم محطوطين في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يرعى الغنم. وحنا نقدر نقولوا هذا احسن الخلق البشر، احسن واحد، وجاز على لي زيطاب كامل. فهمتي؟ هذه حاجه نفتخر بها انا. وهذه القطقوط هذه هيا. وانت يا اسمك هذه ما تهدرش، ما تهدرش. هذا هيا صح نبداو بك. وش نجيبو لك؟ اسمها هي حفصة. حفصة عمرها 5 سنوات صح. وش نحبو نجيبو لك حفصة؟ هيا قولي قولي قولي. ما تحب والو حفصة، قالت لكم نشكركم اللي جيتوا عندنا وتروحي معنا. حفصة هيا هي تهضر هي تفهم هي صح. وش نجيبو لك؟ فيلو. الحمد لله اللي انتقتي. لو كان نزيد نعطيك فيلو واحد اخر زيدي تهضري. هيا نزيدو لك فيلو واحد اخر وهضري. فيلو. صافي لازم تقراو مليح باش نعطوا النظره للناس اللي خلاتكم، اللي خلاكم باباكم كي خلاكم راه شرع عند الله سبحانه. انتم ما عليكم غير تقراو، ما عندك ما ديري، روحي تقراي برك وخوالك يدير لك كل شيء. فهمتي؟ هيا نروحوا للغرفه. واش حبيتي نجيبو لك؟ هذه قالت لنا فيلو. وانت ميكرو. ايه. تلفزيون. ايه. كنبيات شابين. كنبيات شابين. روحي اكدي لي على الشابين. ثلاثة. وماماكم سيتوها. ها شتي ها تفكرتي روحك خليتي ماما. بلا بيرو باش نقراو بيه. ايه هادو كاع يجوا ان شاء الله. هادو كيمشي مع الكمبيوتر تاعهم ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. عطيني القطة نزيد نشوفوا هادي واش حبت. هيا انتي. وشنو؟ قولي ما تخافيش. وش حبيتي؟ خلاص قالت اختك. والفيلو نجيبو كبير شويه باش تسوقي معاها ولا نجيبو لها ليها برك. انت واش تحبي؟ نجيبوه كبير ولا تسوقي وحدك؟ ها معليش. نشكركم اللي جيت لعندكم. انا نقول لكم بارك الله فيكم على الضيافه تاعكم. نعم الناس، نعم التربيه. ان شاء الله ربي يخليكم هكا. عزيزي المشاهد اللي راه يشوف فينا كامل نقول له
ما البيت مليحه ما شاء الله، وكان شاء الله مع المحسنين ان شاء الله نقدروا كيفاش نلايموا دوزانهم، وبعد 15 يوم او 20 يوم راح نكونوا عندهم. بارك الله فيكم. انا اليتيم انا بابا راح خلاني، انا اليتيم انا لكن الله عوضني. انا اليتيم انا بابا راح خلاني، انا اليتيم انا لكن الله عوضني. بيت في الاحلام من عند المحسنين، نستنفع به انا ونقرا مع اللونين. انا اليتيم انا بويا راح خلاني، انا اليتيم انا لكن الله عوضني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو يوم آخر وتهنينا من هذاك البيت اللي كانت عندنا، وجينا عند حفصة. حفصة هي المازوزية اليوم، جينا تقوسيبت مدينة باتنا. اليوم راهي باهية الدار تاعهم بفضل أخوها والعمام تاعهم، بفضل العائلة. هذه العائلة عجبتني بزاف، أنا جيت لقيت الدار مكمولة على كاملها، وعلى جالنا خلونا بيت، هما كملوا واحد البيوت وخلونا البيت ما شاء الله. الله يحفظ من اللي خدم هذه البيت في الكولوار تاعها ولا في البيوت تاعها ولا في الكوزينة. نقول ان شاء الله ربي يجازيك وربي يدخلك من مدخل الواسع ان شاء الله يا ربي. راح نكون ابو البنات اليوم، راح نجيبوا الكتكوتة الصغيرة تاعنا حفصة اللي ما تهدرش بزاف، هي اللي راح نجيبوها اليوم. يلا يلا حفصة هيا. واسمك؟ حفصة. وين تسكني؟ باتنا. في باتنا؟ واو، شاوية انت؟ ايه شاوية. شوفوا شاوية شحال شابة اليوم. واش قلتي لي جيب لي انت؟ واش قلتي لي؟ فيلو. ما جبتلكش فيلو، معليش؟ معليش. هيا صح، دوك نشوفوا من الاخر. جبت لك واحد الحوايج شابين، وخدمنا لك بيتك، الغرفة تاعك خدمناها. تحبي الغرفة تاعك؟ ايه. نروحوا غير انا وياك، نخليهم هما هنا. اسمها إيمانة هنا؟ إيه. نجيبوها ولا نخلوها؟ نجيبوها. إيه. هو الأخرى واسم هذيك اللي نحبها أنايا؟ مريم. مريم. نيما نعيطوا الإيمان ولا مريم؟ مريم. أما نعيط الإيمان. إيمان أروح. مريم نخليها هي الأخرى. مرحبا بك إيمان، هيا دوكا كبرت إيمان. مرحبا بين غروان أرنخ. نتش إيمان عمرين 12. وفي 13. الله يبارك. وين تسكني؟ باتنا. ايه وين في باتنا؟ قوسبات. قوسبات. واد لوعر. واد لوعر. ايه. الله يبارك. إيما كبرتي جيب لي ربي لا. ايه. خلاص أنا ما نخلوك أنت وندي خياتك.
معليش معليش تعطوهم لي؟ معليش سير الشاوية ما يمدوش يا جدة، كيفاش تقولي لي نعطوهم لي؟ هيا روح إيمان. سكنوا في ولد العلاق ولد لعار. لوعر لوعر، أنا هني بديت نتعلم، أنا بيكم أنا نتعلم. ولد لوعر خدمتي مليح الاختبارات؟ اي تحسنت. تحسنتي؟ ايه سير. ايه نسخسي خالك وعمك وكذا. معليش شكون خدم لكم الدار؟ خالي وعمي. وعمك؟ ايه الله يبارك. صافي تعاونوا عليها. ايه ولات شابة داركم. ايه والله غلت هيلة ما شاء الله. شتي؟ إيه؟ في ود لوعر ودارنا امريكان. وراهي مريومه. هيا وراكي مريم. هيا 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 روحي منا. هذه صاحبتي، هذه هي صاحبتي. شت كل واحد عنده واحد هكا. انت تحبك يحبك خالك ولا عمك؟ شكون للزوج؟ للزوج. انا نحب غير مريم، انا واحد ما يحبها مريم تاعي. هي مريم قولي لهم انت شكون. مرحبا بكم في القصبات، يعطيكم الصحة اللي جيتوا عندنا. مريم شكون يدخل للدار الأول؟ هاي نسخسو الكبيرة نشوفو شكون. شكون يدخل الأول؟ أنا. أنتي؟ هم أنتي الأخرى. صح. وأنتي شكون الأول؟ حفصة. شتي كي تعرف هم أنتي الأولى. فهمتي؟ شوف أنا عندي واحد الحاجة جبناها لكم. هادو كاع مدينة باتنا يحبوكم. شافوا الحصة تاعكم قالوا لي هادوك البنات هايلين. ها شتي يحبوكم هادو. شدي هذه كل واحدة عندها تاعها. شدي هكا شدي زيدي شدي تاعك. هذا الفيلو هو صغير هنا دوك يكبر، وهذا تاع اختك. فهمتي هكا تحبوا تروحوا تبدلوا تحبوا ما تبدلوش. انا نروح نشوف هذوك اللي يخدموكم في الغرفة نشوفوهم كامل هكا. واش نقولوا لهم؟ فاصل ونواصل. ايوا فاصل ونواصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم اليتيم. اليوم رانا متواجدين في ولاية باتنا عند عائلة، عندنا ثلاثة بنات اليوم كنا خدمنا لهم لا شامبر. من هذا المنبر نحيي كاع ناس باتنا باسكو فري وقفوا معنا، وخاصة اللي طاونا الأتات بيت البركة اللي نشكرهم تحية يعني شكر خاص باسكو ديجا تعبوا معنا وجاو حتى لهنا وركبوا لنا الماء بيعطيكم الصحه. هاد الغرفه قاع جهزناها من ولايه باتنا. ابار لورديناتور اللي جانا من عند بليدا كمبيوتر نشكره بالمناسبه. كذلك نشكر كل واحد ساهم معنا، كل واحد شارك معنا سواء من البعيد ولا من القريب. يعطيكم الصحه وان شاء الله مازال كاين حلقات جدد. اللي حاب يشارك معنا ما عليه غير يتصل بينا على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. كما راكم تشوفوا كل خطا روحوا عائله روحوا ولايه جديده. ان شاء الله نتلاقاو في عاد جديد وشكرا. السلام عليكم. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في ولايه باتنا، الحمد لله اللي ربي قدرنا وكملنا هاد الغرفه. وكما يقول لك فرحه اليتامى هي فرحتنا الحمد لله. نشكر عمو اليتيم ونشكر كامل المحسنين اللي ساهموا في هذا البرنامج. نشكر تاني عبدو الحاج وكاع اللي ساهم في هذا البرنامج. نقول الله يعطيك الصحه وربي يفرحك ان شاء الله كما فرحت هذا اليتام. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا جينا من الدار البيضاء من قناه عنوان، وجينا لهنا لباتنا. ونشكر على كل حال الناس اللي استقبلونا والليكيب اللي خدمت معنا والناس اللي عطاونا الشيء اللي نحتاجوه. بارك الله فيهم ويكثر خيرهم على كل حال ورحمهم عليهم. السلام عليكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر كل الطاقم المشارك في حصة اليتيم ونشكر كل يعني إخوان الجزائريين ذوي القلوب الرحيمة وكل واحد راه يشاهد في هذا الحصة يعني يتأزر مع اليتيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتين كهاتين ورب صدقة تدخلك الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لك كل حاجة تبنى بالرجال، هكا شيخنا كل حاجة تجي بالرجال، وهنا ها من الرجال حتى الأب اللي مات الله يرحمه وخلى الأطفال هادو عنده خوهم، هم هنا خوه، وهنا اللي كنا نحضروا عليهم مقبل أخ تاعه واقف معاه بالضراء والسراء، هذه هي اللي يقدروا عليها، وما الناس حدهم حد روحهم والحمد لله. وخالهم هو اللي يخدم الكلاج، أنا عجبني بالك خالهم ندوه للجزائر إن شاء الله، ندوه يخدم منا في الجزائر. وعبده هذا اللي جانا جديد اليوم، عبده ما كان عبده، شوف سبحان الله، عبده الاخر كان مشغول، عيطنا لواحد اخر كان داير هو ناطونت نتاعو مسكين عنده شهرين ولا ثلاثه، وقلنا نجي معاكم نجي معاكم، ها اليوم طاح له الحظ. انا نقول لك اليوم راك محظوظ عبده، جيت هاك شفت حاجه ما شاء الله. نتفضلوا مع الاخ المرحوم ان شاء الله حولك. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا، بارك الله فيكم كي جيتونا ونشكركم. انتم اللي نشكركم حق ما خليتونا نجوا عندكم. تبارك بارك ان شاء الله، ربي يجازيك ان شاء الله. انتم ربي يجازيكم ان شاء الله، ربي يتقبل عليكم ان شاء الله. امين يا رب، ربي يقدركم على هذا الشيء هذا. امين يا رب، ربي يوصلكم وين حبيتوا ان شاء الله. نوصلوا غير باش نكملوا الناس واحده اخرى، هذا عمل هذا ما ربي يكملها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ربي يهنيك. امين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على من أرسل الله رحمة وهدى للعالمين. السلام عليكم. العائلة الكريمة تعتبر يعني عائلة ثانية. الله يبارك. وفي مدة قصيرة يعني ما تفوتش يعني سمانة والله كذا، يعني سبحان الله ثم كاين تآلف بين مختلف الأفراد. أنتم ثاني عاونتوا ثاني. الله يبارك. الحمد لله، وهذه من بركة يعني كما نقول الاهتمام او العنايه باليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، واشار الى السبابه والوسطى، يعني هذه من بركه العمل الخيري. انت والله غير من الناس يعني يشوف بعيني، انت اللي خدمت الكلاج، انت اللي خدمت شحال من حاجه، هذه اختك. الحمد لله. الحمد لله، هم كاين عندها وقت. توفيق تاع الله عز وجل على كل حال، الله عز وجل هو اللي وفق، وهذا بفضل الله عز وجل وبفضل بعض المحسنين. ونشكره قال احنا في مدينه بيتنا ما تعبناش. انا وش راك تشوف هنا كله من مدينه باتنا ما شاء الله، غير الكمبيوتر جانا من البوليده ما شاء الله. بارك انا اشكرهم، بارك الله فيك انت تاني اللي خليتينا نجوا عندكم تاني. لا لا يعني انتم اللي راكم مشكورين، والشكر موصول لكل من ساهم في هذا الامر من قريب او بعيد. بارك الله فيك، حتى يعني ولو كان امر بسيط، يعني الله عز وجل راح يجازيه على كل شيء. بارك الله. والانسان ما يحقرش من المعروف، المعروف هذا من حاجه بسيطه الى حاجه كبيره، كل واحد ونيته. صح. على حسب النيه نتاع الانسان راح يجازي الله عز وجل، وكل واحد كيفاش يعني سبحان الله راح يكتب له ربي سبحانه. انت نقول لك بارك الله فيك، فيك بارك الله، وقعدوا في دل هذه الزوجه وهذه المراه اللي خلاها لكم ربي سبحانه. ان شاء الله، ان شاء الله هي في حمايتكم، هي قدامكم، انت قدامكم. الحمد لله، بارك الله فيك عبده. هذا عبده جديد تاعنا اللي جاء صبغ معنا اليوم. لا مزيان نورمال. السلام عليكم، معكم عبده بنت. الحمد لله يا ربي اللي وقفنا معهم، ومازال كاين رجال، مادام قدرنا نكملوها في اقرب وقت هكذا تسمى مازال كاين رجال. عبد والفت كي شفت الموف، مو عجبك الموف؟ باينه بسك مو حال تكمل في الوقت هكذا. اه صح صح، ما طولناش فيها، ومدينه باتنا هذه ما طولناش. مدينة باتنا معروفة بالرجال تاعها ومعروفة بالشهداء تاعها، الله يرحم الشهداء. وشهر كيما هذا شهر نوفمبر شهر الرجال، وشفت بنساها برجالها، هنا نتحيهم ونقولهم بارك الله فيكم على ما جئكم، احنا اللي جينا لعندكم بارك الله فيكم. خاطش الاستقبال تاني يلعب دور كبير، تكون مرتاح، تكون مرتاح في هذاك البيت ترتاح. انت تخدم، تقدر تخدم. انا نشكرك عبدو، بارك الله فيك اللي جيت لعندنا، وزيد تخدم معنا ولا لا؟ لا زيد نورمال، تروح مع عبدو الاخر تاعنا، نحيو عبدو. نروح عبدو، نحيوك ان شاء الله، بارك الله فيك عبدو، مهما ما جيتش
انت تاني مازالك في قلوبنا. نشكر جدي تاني اللي جانا من مدينة الجزائر وراح لبيتنا مرتين هنا في قصبات، هنا قصبات بعيد على بيتنا تقريبا حوالي 95 كيلو. 95 كيلو صافي باش تدير في الطريق ساعة ونص. انا نقول جدي بارك الله فيك، الله يعطيك صحيحتك والله يكمل لك انت يا والزوجة تاعك، ربي يشافيها لك دنيا كامل. نقول لكم بارك الله فيكم، نروح نشوفوا الاطفال اللي هم يستناو فينا. جابوا لنا مريم. مريم لحقيها لي هنا 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 هنا، زيدي 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 زيدي، حبسيها لي كيما امضي عينك مريم، انا نشوفه فيك كامل صح. شدي الميكرو صح مريم بلا ما تشوفي. تعرفي بيتك انتيا الاولى الاولى تعرفيها كيف كانت؟ ها دوكا كي نقول لك واحد زوج ثلاثه، مريم شوفي شوفي ها براحتك مريم. كنت شابة شابة عجبتك صح؟ وين شابة وش عجبك؟ الأولى خير ولا هذه؟ هذه خير. وين بلاصتك هي وين تخيري أنت؟ وعلاه باش يشوفوك تيا الأولى باش تروحي الفريجيدير تيا الأولى ها؟ شابة بزاف. هيا قولي لي هنا كي تشوفي، شوفي فيها كامل وقولي لي عجبك. الحاجة اللي عجبتك بزاف اللون تاع الشومبرا. اللون تاع الشومبرا عجبك؟ واو أول وحدة تقولي وحدة اللون تاع الشومبرا. واو مريم شحال في عمرك؟ تسعة. تسعة خدمتي مليح هذو الامتحانات ها؟ يقعد هكا مريم باش نشوفوك، باش نشوفوك كيفاش دايره. شابه كي شابه مريم. ها شكون نشط لك؟ نوال. نوال هيا نحيو نوال. ها تعرف تمشط ياه؟ ها هيا ما شاء الله. وشكون هادو جاب لك حوايج؟ هادو شكون جابوهم؟ هادو اللي جبناهم حنايا ما شاء الله. جوك شابين، هادو ناس محسنين من مدينه باتنا هما اللي عطاهمك. شابين ما شاء الله، ان شاء الله ربي يرزقهم. واش نقولوا لهذو الناس؟ ربي يجازيكم. انت يا تاني ربي يجازيك اللي جبتينا لعندك. نقولك انا فرحاني كي جينا. فرحتي بالشومبره تاعك صح؟ هذه هذه بلاستيك. دوك نشوفوا شكون شكون نجيبوا دوك، شكون صغير ولا كبيره؟ ايمان. ايمان هي المعلمه. ايمان هي المعلمه. انا نجيب، انا نجيب حفصه. نجيبوا ايمان وحفصه تقعد هي الاخرى. نجيبوا حفصه من بعد نجيبوا ايمان. ايه هاي راه حفصة. هاي جاكت كوتة صغيرة. هذه هذه حفصة. واو حفصة تقولش جاتي من البالون وانا ما جبتلهاش بالون. بابا بابا دي وعرة دي. حبسي حبسي متحليش عينك حفصة. صحة والله تعرف حفصة. حفصة شحال في عمرك؟ خمسة ولا ستة؟ متحليش كي نقول لك واحدة زوج ثلاثة. وشنو وشنو حفصة وشنو هذه هذه نحبها. شوف واو شحال شابة. شكون جاب لك هادو؟ حفصة عجبتك الشامبرا ولا عجبوك الحوايج؟ الشامبرا. وش عجبك وش عجبك؟ أوتوليا. كلش؟ إيه. يا أوتوليا. هذه بشوية أوتوليا. وشنو هي؟ يقولي لي. وشنو وش معناتها؟ أوتوليا؟ كلش. كلش هي أوتوليا. شوية قولوا أوتوليا. واو أني تعلمت حاجة اليوم. شتو حفصة كي قفزة علمتني وش نقول؟ أوتوليا هكا تقولوا أوتوليا. أنا وليت شاوي اليوم. هيا خلاص زيدي لي كلمة زيدي لي كلمة باش نزيد. كيفاش تقولوا مس الخير بشاوي؟ ها ولا تجي لكم هي اللي تعرف. ها استنى نوري لكم. ها
حفصة وين ترقدين انتيا؟ آه با 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 هذه ترقد هنا وانتي ترقدي هنا، وهي وين نبعتوها هي؟ تروح لهيكا عملية أوتوليا اللي قاتلتكم كامل، هي تروح انتي تقعدي هنا. لا لا قعدي انتي لهيكا، دير لك تاقة. شتي التاقة هذيك؟ شابة؟ شابة ولا تريحي قدام تاقة هذه؟ تخافي تخافي انتي؟ جيبي امك ورقدو هنا. ايه ليمن عيطو دوكا ليمن ايمان ايمان يقول لها ايمان ايمان. تم أعطي لها هذه غمدة عندك إيمانة غير ما كانت فتح إيمان قاعدة معولينا عليك. لكن شوفوا إيمان دوكا كيفاش تهضر معانا. إيمان قبل ما تفتحي عينك وش معناتها أوتوليا؟ أكل أكل. هذه أوتوليا بالشاوية. أنا نتعلمت شاوي اليوم. أوتوليا علمتني علمتني حفصة، هي اللي عادت من نقول أوتوليا. إيمان نحسبوا ثلاثة، واحد زوج ثلاثة. ربي ربي أرحم أبي الحنين، والله كن مع كل يتيم. اللهم ارحم الوالدين واجعلهم في جنتك خالدين. وشنو انا ما جبتكش هكا؟ اي هي اي اي ايمان 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 وشنو 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 ايمان 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 اقعدي اقعدي نهضر معك اقعدي يا عمري على ايمان وشنو ايمان ما عجبتك صافي؟ لا الله يبارك فيك يا شاب. وشنو ايمان عملت إيمان؟ أبوك شن ديرو؟ نعود نرجعوها كم؟ ممكن اسمه اسمه خالك اسمه؟ خلي رزيق. رزيق. نعود نرجعها. ممكن عيطوا من نعود نرجعها كيف؟ نعيطوا لعب إيمان. وش بيك؟ فكرت بيك. عبك وراه باباك؟ انا باباك انا ونحبو. عبك عليه ولا ما بالكش على خدمته اللي كان يخدمها؟ خي حكينا المره اللي فاتت. ها انا عجبني باباك، قلت لي واش كان يخدم؟ يرعى الغنم. ها يرعى الغنم. ايه معليش تاعكم الغنم. شتي ايمان قولي لبابا ادعي لباباك دوكا، قول الله يرحمك برحمه الله. ها ايمان انا عم بالي تفرحي انت ما فرحتيش. ها ايمان هيا علمتني اوتوليا. ها نعيط لخالك ينحيها نعاود نرجعها كما كانت. ما عجبتكش؟ عجبتني. كيف واش من الحاجه اللي عجبتك؟ عجبتني كاع كلش كلش. ايه اه واش من الحاجه اللي بهراتك زعما كي نشوفو هكا نقول هذيك الحاجه جاتنا شابه؟ وشنو هي؟ كنبيات. هذا وشنو كنبيات؟ تلفزيون. كلش اوتوليا اوتوليا. واش تقولوا اوتوليا كامل؟ اه بالشاويه تقولوا اوتوليا. اكل اكل. ايه هي اوتوليا. ايه هذه هي اللي تقول اوتوليا على بالك ما تعرفش تهدر. ايه هي واش معناتها؟ واش لازم نقولوا؟
أكل. وأطوليا هي الكل؟ إيه. ماشي شوية كلمة أطوليا. صافي هي تقول أطوليا. إيه يعني. هذه الكلام تاعها. إيه. عندها كلام واحد آخر هي شاوي مخلط بالعربي ولا وشنو؟ شاوي مخلط. هي عندي أنا نحبها أنا نحبها هي عندي يا ماما يا ماما هذه الشابة هذه تاعي هذه خلاص تروحي معايا تروحي ها؟ تروحي. يقول اختي ما نبكيش ويلها ما تبكيش هي الصحة أوتوليا قالت لك ما تبكيش ما فيش قالت لك ها هيا إيمان نحضر شوية ها وش نقول عجبتك الشمبرة فيها كل شيء أنا عبك فش عجبتني داركم داركم كامل عجبتني لقيتها اليوم هايلة هي لبالك قدموها لنا خالي وعم خالك وعمك الله يشدهم لكم إن شاء الله شتي وهايلين وما يعياوش كامل ما يكرهوش ما يعياوش جامي قالوا أوف ما شاء الله الله يشد لك فيهم الله يحفظهم لك التاني إن شاء الله أوتوليا وش قلتي لي جيب لي وش قلتي لي دين نهضر مع أوتوليا وش قلتي لي جيب لي فيلو فيلو هي صح ولو كان ما جبتش فيلو ما تزعفيش تزعفي ما تزعفش هيا خلاص على بالي بلي شابه انت هيا شدي مريم هيا عطينا شويه على القرايه باسكو الناس دوكا كاع يحوسوا عليكم لا تقراو مليح ولا لا انتم هنايا رانا في منطقه نائيه منطقه عندكم ليكول قدامكم لا وين اعطيني نهضر مع مريم وين ليكول اعطيني روحي شدي شد وين ليكول تاعكم بعيده منا بزاف وين بزاف كوس قوسبات هي منا لتحت هذه انت وين تقراي وهذا اللي هنا وشنو هذا اللي قدامكم كاين واحد اللي يكون هنا قدامكم هي وهذاك تاع من تاع دري صغار تاع تاع مريم صافي مريم مليح غير انت اللي تمشي شويه هي وانت مسح ما تروحيش وحدك منه لا روح مع بنات عمي شفتوا هذيك النار يروشونا هي البنات انا نشكر كامل هذه القريه تتحبوا هنا اي نتحب تمشوا كيف كيف هي. شحال تمشوا خمسة ستة واحد هكاك ستة خمسة ايه وما كاش بيس منا يجي صباح صباح ولا عشية يرجعكم العشية ايه وكيما يكونش البيس جو تمشوا جو نمشوا ايه وكاين خطرات ما يكونش كاين ايه يفوت ما يكون يطيحون بان ولا كش حاجة ايه وكيكون يطيح التلج عندكم ما شوية 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 البرد عندكم البرد ايه كاين ايه الحمد لله وعندكم شوفاش عندنا ايه عندكم تاع الكولوار ايه شباب شكون جابوا لكم حسينين الله يبارك شتي هاكم هاكم اونتوري هنا والله ما تعبنا كي جينا لعندكم ما تعبناش كامل ما قعدناش بزاف خدمناكم بطينا عليكم صح بزاف شويه هاك شويه اي بصح معليش معليش تسمحوا لنا معليش الله يحفظك القرايه هيا عطيني لي على القرايه تحسنت تحسنتي بديت نتحسن درتي الفولو تاعك درتي وشافوا الحصه تاعك في ليكول شافوا عجبهم الحال الاساتذه حكموك ايه على بالهم كاع يسقسيو فيا كاع يسقسيو فيك ايه. انا نقول من هذا المنبر نقول الاساتذه تاعهم عاونوهم راهم في منطقه شويه نائيه وصعيبه غير الوقت اللي يروحوا ويجوا كذا ناقصه بزاف حاله لهنايا انا نقول ان شاء الله ما ناقصكم والو ما دام عندنا الله سبحان ايه وعندنا الحمايه من عند الدوله تاعنا الحمد لله يا اخي ما كاش الحقره وما كاش ما كانش صافي عندنا الامن ايه مامونه البلاصه الحمد لله مامونه برجالها ونساها هكا ان شاء الله انتم تكبروا على الدين والطاعه ان شاء الله وتكونوا برك خالف على سلف باباكم هذاك عباك واش يسحق منكم واش يسحق باباك صدقه صدقه الجاريه شكون انتم الجاريه انتم نحن ثلاثه هكا انت دوكا نبداو بيك دوك انت ما عندكش ما عندك والو في جيبك ما عندك ما وسيتي ما والو لازم تقراي باش يولي عندك هي هكا ودوكا كيما عندك واش نديروا لبابا حنايا واش نقولوا ربي ايه نروحوا ندعوا لله سبحانه واش نقولوا لله واش نقولوا لربي ندعوا له بالرحمه الواسعه بارك الله فيك هايلك هذه وربي تؤجري عليها انت تؤجري عليها وهو ياخذ عليها حسناته احنا الحمد لله اللي جينا مسلمين فهمتي الحمد لله الحمد لله وما زيش تبكي يا تهبلكم في الدار واقع كل يوم تبكي ما تبكيش أيام مليح أعطيني تشوفي مريم مريم هيا تقرأي مليح تحسنتي تاني ونجي نشوف الأساتذة تاعكم نجي هيا
هيا خلاص لازم تجيبوا هذا الفصل، جيبوا فصل جيبوا تقراوا مليح باش نقدروا ننجحوا، فهمتي؟ وهذه قطه تقرا وين تقعد؟ هنا. وين كي تقعدي؟ كيفاش؟ عاوديني. تروح تتعلم عندهم الحق يروحوا يتعلموا. معليش يخليها الاستاذ، الاستاذ يخليها. الحمد لله صافي مليح مليح الحمد لله. هكا تعلمت اسمها وتعلمت. هاي نشوفوا واش تعلمت. قريتي انت؟ ايه. واش تعرفي قريتي؟ واش قريتي؟ هيا قول. حروف. الحروف. اقراي لي حروف. قري لي واحد ولا زوج. هيا روحي قولي. ألف باء باء حاء حاء سين. واو با 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 يدي تعرف هذه. زيدي وحيد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة عثرة. بابا عثرة. واحد اثنان ثلاثة جعبثة وكاع جبتيهم شابين وانتي الشابة كاع فيهم. بابا ايه انا ماكنتش على بالي بلي هادي هكا. هادي القرية فيكم خلاص. هادي اللي تخرج تعرف تقرا صح؟ تعرف تقرا؟ تعرف قفزة. ايه باسكو هاي تتعلم. ها هي قفزة خير منا. كيفه؟ قفزة خير منا. اها وعلى يعني هي المزازية نديروها شغل انتيا كيخليها لكم باباكم صغيراكم تحافظوا عليها وتعطوا لها كلش. هي هي ما نقولكش وين خير ترقد وما نقولوش مريم وين راح ترقد. ايا خيرين انتيا كبيرتنا وين راح تخلينا نرقدوا كامل. ايا بلاستك وين انتي؟ هذه واحد مدها شوف جابتها بابا تعرف زيد. وبلاست اختك تاع مريم وين؟ هيت. مريم قلت لك خلاص. وبلاستها هذي؟ هذي. واه هاي عطات لك وش حبي صافي نقبلو. تروحي ترقدي تيا مع مريم هيك. انتي ترقدي تما عجبتك هذيك ولا تيا تروحي لهيك؟ انتي هنا وماماكم وين ديروها؟ جيب كان تجي معك هنا. هيا خلاص اوكي استني تشوفي نحطوك هنا باش نشوفو واش راح نجيبو. دناي وتشوفي دناي سيدي دناي تيا دناي 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 هاكا دنيا. شوفوا دنيا عندنا هدايا. تحبوا الهدايا؟ ها دنيا هادو ما كادوات هدايا. هادو ما كوات هي واش قلتي لي مقبل عندكم البرد؟ اي عندنا. هادو لي كوات ما تبردوش خلاص ما زيدش تبردو. هادو كاع من باتنا. اي نشكروها باتنا. اي نشكروا باتنا. اي وتشكروا بليده. نشكروهم كاع الولايات كاع. انا نشكركم نتوما اللي خليتينا نجوا عندكم. ونشكر المحسنين اللي عاونونا الحمد لله. نشكر عمامي خوالي. هاكي عندك عمامك وعندك خوالك. خوالك كامل هايلين ولا غير بولحيه؟ كاع كاع الحمد لله. بابا نقول لك برك حاجة باش تحطيها مليح في راسك. باباك كان نقي مسكين كان يروح يرعى بالغنم هكا ويجي للدار كنتو لاباس عليكم تولع كان متولع. ها ايه قولي لي وشنو فهميني انا تاني حبيت نفهم. وش من حاجة اللي هاكي شدتها هاكي؟
وحشته. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. إيمان احنا تاني توحشنا. أنا تاني توحشت أمي وأبي كامل توحشناهم. مهما يكون إيمان كان أشياء شوفي في هذه الدنيا ميصراولي. أنا كان حوايج ميصراولي والله غير نتمنى مهما أمي كبيرة أو لما تطلع رحمه ولا أبي نتمنى يكونوا قاعدين بلا ما يسمعوا. قاعد وحشنا مريم روح. مريم إيمان تيك كبرتي شحال في عمرك دوك؟ 12 دخلت 13. كيف 13؟ تيك كبرتي دوك وتعرفي كلش. الله يكبرك على الدين والطاعة. هذا واش نقول؟ فهمتي؟ إن شاء الله. هاكي مرمتيني مريم خلاص تعيش إيمان. قعدي إيمان شتي في هذه الدنيا؟ أول خلاص ما قدرتش. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج اليتيم. اليوم رانا في ولاية باتنا وهذه لاشوم تاع ثلاث بنات اللي حبينا نخدم لهم ديكور تاعهم مختلف شويه على واش خدمنا الخطره اللي فاتت. درنا لهم ديكور تبعنا على لا ليتري اللي كانت عندنا. دونك كانت عندنا لا ليتري جايه تاع لي بوبون دبدوب ايتو فيها لو بلو فيها المارون. حنا رحنا اخترنا الالوان هذه وخدمنا عليها الديكور تاعنا. انا توجور نخدم لهم ديكور اون 3 دي باش ليكيب يتبعوا الخدمه ويخرجوها كيما لا 3 دي. كما شفتوا الاثاث يعني الموبل اختاريناه في البوا اي اوسي درنا لو رابيل تاع لو بلو اللي جاي في لو درا درناه في ثاني جاي في الموبل. درنا اوسي لا توش تاع لو روج اللي في اللوستر اللي كما راكم تشوفوا وثاني كلكو توش دو مارون كما في لو ريدو اللي تشوفوها ثاني اوسي في لي درا. ان شاء الله يكون عجبهم ديكور تاع اليوم وان شاء الله يكونوا فرحوا به وان شاء الله نشوفكم في حلقات اخرى من برنامج اليتيم. أعتذر على هذا الشيء. أنا تاني تفكرت الأهل تاعي أبي وأمي الله يرحمهم ويسعدهم. الله يرحم أبوك إيمان. إيمان خلاص خلاص بدينا هكا تروح هكا خلاص. هذا الأخ المرحوم مرحبا بك معنا. مرحبا بكم.
هنا عندنا في دار المرحوم عياش تحرر. الله يبارك. بلدية القصبات دائرة راس العيون ولاية باتنا. المكان المسمى مسقط الراس واد لعر. الطفل خويا عياش هذا كان سارح بالشياه. صبح خدام وجا مخرج الشياه الجويل 11 ل 11:30. هو دائما كان يروح. هو دائما سارح. وانتم كنتوش تخدموا؟ انا كنت سارح انا وياه نسرحوا بالداله. 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 عندكم الرزق تاعكم؟ الرزق تاعنا نسرحوا بالداله. الله يبارك. السرح هو جوه 11 مخرج منا الجوه 6 والله 5:30 دار الجو صبت الشتاء. حاشاك من الفيضان الحمل في السماء. حملت في السماء. هو جا هابط في فم الخرزه. شغل الواد كيما نقول. الواد. الله اعلم وربي اعلم على كيما عرفنا احنا هكذا. هربوا له المعزات للواد. هو مسكين راح يتبعهم. الله اعلم تبع المعزات. يتبع الرزق. يتبع الرزق. بدا اللحمل اللي يدي في المعزات. لقينا واش لقينا الشاش ولقينا العصا نتاعو باه يسرح. حاطينها حاطينه حطهم بجهه. هو حطهم. هو اللي حطهم. كي لقينا الاطرس هذاك قلت لهم انا الجماعه طلعت انا وياهم قلت للجماعه. انت تعرف البلايص. نعرفهم. قلت للجماعه داه الواد ما فيهاش شكنطل. بقعته بزبش لقيته هنا. واحد ساعتين. واحد ساعتين لقينا هنا مسامي الدار. الله اكبر. والشياه تاني راحوا وكلش راح. راحوا المعزات. الشياه النعجه وحدك لها الذيب. معليش. باتوا في الجبل وبقى عليهم رب العالمين. واللي اللي قعدت راهي ملك ليكم واللي راحت راح مولاها. مول الشي ليها. اللي راح. الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه ويسع عليه دايم الله. الله يرحمه. هذه قصه اسمه عياش هو. عياش. الله يبارك. ونعيطوا له احنا هكذا عبد الكريم. عبد الكريم. الله يبارك. الله يبارك فيك ويسلمك. انتم دوكا كم ساكنين كيف كيف هنا؟ كل واحد وحده. بصح ديور متقاربين. اول نسكن هنا في القصبات كما البلديه. كما البلديه. خرجت من الريف. خرجت من الريف انا وطفل خويا. عندك واحد اخر تسكن كيف ربعة. كيف؟ كل واحد يسكن وحده. على بالي بصح متقاربين. متقاربين شويه. احنا قدام اول المسافه بيناتنا شويه. والدار تاع اخوك هذا كاين واحد ساكن بحذا. لا كنت انا وياه اصحاب. اصحاب. عايشين مع بعضنا طول حتى انا. هم دوكا وعندك بنات صاحب. الله يبارك. هذو بناتك وكان شتك كيفاش تعملوا. ونسقسي عليهم طول. انا نقول ربي يخاويكم هذا. امين يا رب العالمين. او عندها اخوالها عندهم اخوالهم ما شاء الله. الساعه هذه والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذه هي احنا ما نعطلوش عليكم انتم بارك الله فيك اللي استقبلتونا هنا وخالكم وكامل نقول بارك الله فيكم كامل. كبارك. وعلى هذه النعمه اللي اعطاكم الله. هذه نعمه اعطاكم ربي. كان عندكم ما كاش وهم كاين خالف تاعو ان شاء الله. والحمد لله. انا نقولهم غير سوي فيهم في القرايه برك. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. هذو هدايا تاع مريم. هذه وحده تاع مريم وحده تاع الكبيره. هي دبر راسها دوك تعطيهم لولاد ولاد خوها ولا دبر راسك. ها هكا. وانت يا ما عندكش هديه معليش. روح روح. انت يا ما عندكش هديه. ها قول لهم معليش. معليش. وشنو معليش؟ اكي سير. هيا خلاص معليش. هيا خلاص. هما عندهم هدايا وانت ما عندكش. هذه هي الهديه الجميله. با 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 با. هيا دوك نشوفوا الهديه تاع هذه القطه هذه. اسنوا بابا حبسي. أنا غمضت عينها نخرج الدنيا باش ما تشوفناش ونشوفوا هكا. وشنو هذا؟ والله غير كنت جاي في الطريق مقبل قالت لي الدنيا الفيلو نسيناه. احنا نسينا الفيلو تاعك نسيناه في الدار. قالت لي الدنيا ما جبتوش انا داتو. بعد قالت لي كيفاه نديروا الفيلو تاعها. رحت كنت في مدينه البويره هبطت عند واحد قلت له عندي. قال لي انا عارفك هاك الفيلو روح ركبي تشوفي في الفيلو تاعك هذا نشوفه كيفاش تركبي. يلا امين يا رب ان شاء الله ربي يتقبل منه الاخ تاعنا. والله غير قال لي عندي واحد المشكل. قال لي ادعي لي ربي سبحانه. اي طلعي 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 طلعي. ايوه هاكي هايله شتي. هياك سوقي. هي اروح اروح هاكا خلاص. هيا كبرتي. هبطي دوكا. هيا احنا ندو الفيلو. انا عطيناه لك تسوقي وندوه. ندوه نخلوه عجبك؟ ها وشباب الفيلو تاعك. ها حطوه هنا. ها اوبا. هذا الانسان قال لي شدي. هذا الانسان قال لي ادعي لي ربي يفرج عليا. امين. قولي له ان شاء الله ربي يفرج عليك. ان شاء الله ربي يفرج عليك. وكاين ثاني واحد
احنا كي نروحون عندنا الدرك الوطني تاعنا هو اللي شد لي فيلاج هادو ما شاد كي نعودو نمشو في طريق يحبسونا هناك يعاونونا يقولونا كيفاش تروح هذه الطريق ولا تروح هذه. نشكر الدرك الوطني تاع تاجنات نقولهم بارك الله فيكم جابونا للطريق كنا حاصلين في طريق جابونا طريق واحدة أخرى نقولهم بارك الله فيكم. نشكر كامل الدرك الوطني والأمن الوطني واللي حارس على هذه البلاد من فوقها من رئيسنا وهبط لتحت إن شاء الله كل واحد يدي مكانه ربي إن شاء الله يا ربي. هذا مكان كلمة أخيرة هاي نبدأ بيك ونبدأ مع أمه معنا شكري أنت يا الأولى باش تك خلاص باش تروحي هاي روحي نبدأ بيك هاي. نشكر المحسنين نشكر جدو نشكر عبدو نشكر نشكر ناول نشكر دنيا شكرا كي باتوا عندكم ها ايه شكرا خليتوا فيهم كي باتوا عندكم ايه صح وش كلاو درت لهم بربوشة و... ايه ها كل شيء انتم ديروا بربوشة نديروا بربوشة كسرة نشكركم كسرة كل شيء ايه. صافي كلاو كل شيء ايه الله يبارك نشكركم انتم اللي خليتوهم يقعدوا معاكم ايه شكرك نتعم وليتي انا نشكرك انت اللي جبتيني لهنا وما كان له لبكا والله ما نقبل لك خلاص اي اعطي دخلك شكر عمامي وخوالي كامل هيا زيدي لنا هضره بالشاويه يلا ها. ان شاء الله هذه الحلقه دي الحصه تاع وذي ساعه لهنا ان شاء الله يا ربي نشكرك انت هيا نعطوا لمريومه هيا مريومه واش تقولي لهم يلا شكرا عمو اليتيم شكرا دنيا ومنال وعبدو وجدو كامل ايه هيا صح وهي وانتيا افتر الفيلو اللي عندي نشكر الفيلو اللي جا عندك الله يبارك انا نشكرك تيا نزيد نخلو كريمه لعمك نشكر الحصه ونشكر حصه تعمل عمو اليتيم الله يحفظك مليح مليح يا الله يحفظك وبارك الله فيكم وربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله ربي يجازيك امين يا رب العالمين نقبل ما نختموا الحصه هذه تاعنا احنا عندنا مريم عطيتيني مريم مريم واش قلتي لي هذيك النهار حبيت نسمعني انا عندي واحد صاحبي دائما يمشي معانا هو سمير الله يكثر خيره عنده واحد الدواء هكا ماشي دواء مكمل غذائي هو تعودي تاكليه قبل ما تاكلي كيما هاوليك هذه زعما اللي تعطيهم هنايا كي يكون واحد هكا في الدار هذه تاعك فهمتي تعودي تاكلي قبل من الفطور ياك هذيك تاعك وزيدي مدي ولاد عمك هاي كاينه واحده اخرى ياك هذه تاعك وهذه مديها لولاد عمك ثاني فهمتي مديها لهم اللي يحب يسمع نعطيه ها وهذه تاع الكبار هيا اللي يحب يسمع واللي يحب تسمع هاي لك ربي يجازيكم وانا مالي غير نقول لكم في هذه اللحظه انا فرحان بزاف اليوم كينا بزاف انا وامال اما ايمان تفكرت ابوها وانا تفكرت بابايا ومامايا نقول لهم كامل الله يرحمهم ويسع عليهم مبارك الله فيكم فيك بارك ان شاء الله نتلاقاو في حلقه اخرى كاين يتامى اخرى بزاف هم يستناو فينا عندنا في تلمسان وعندنا في سعيده زيدي وميلا عطيني تاني تاني وين عندنا هيا قولي لهم وين عندنا سعيده تلمسان ايه سعيده ايه وميلا ان شاء الله ربي يوفقنا لهذا الخير في المدن هذه ثلاثه نخدموهم ان شاء الله عن قريب ربي يوفقنا وإياكم بارك الله فيكم على هذه النعمة اللي أعطاهنا ربي وإن شاء الله ربي يكمل معاكم ويكمل بينا وبيكم إن شاء الله أنتم المشاهدين ياكم تشوفوا فينا الله يجازيكم على خير كل من ساهم في هذا البرنامج ونقولوا بارك الله فيك وربي يجازيكم كامل كل كامل كامل لأن اللي راه يشوف فيا ويدعينا بارك الله فيه وعلى هذه الكلمة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللونين. أنا اليتيم أنا بويا راح خلاني، أنا اليتيم أنا لكن الله عوضني. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.